مدرستنا حسام الدين، احنا ولادها بنات وبنين. مدرستنا حسام الدين، احنا ولادها بنات وبنين. كلنا واحد حلمنا واحد، مع بعضنا كلنا ناجحين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي الصغيرين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. معكم استاذ رشا عبد الرحمن، مدرس دراسات اجتماعية مادة اكتشف للصف الثاني الابتدائي من مدرسة حسام الدين الحديثة الخاصة. نظرا لاستمرار الظروف اللي بنمر بيها، ما زلنا متواصلين معكم في عرض الفيديوهات، ويا ريت تتابعونا على موقع مدرستنا، مدرسة حسام الدين الحديثة الخاصة. اتكلمنا في الدروس في بداية الفصل الأول، الفصل الثالث من بدايته خالص اللي هو الفصل الثالث في المحور الثالث، اتكلمنا عن مجموعة من الدروس المتنوعة، وكان أول درس هو درس التنوع، وقلنا إن عندي تنوع في الأهواء وفي الأشكال وفي الشكل الخارجي، وقلنا تعريف التنوع اللي هو لو حد فاكره هيا مين يقوله لي؟ هيا يا أحمد، برافو عليك. هو الاختلاف في أشياء بين الأشياء في الشكل واللون والمظهر الخارجي، برافو عليكم. هو الاختلاف بين الأشياء في الشكل واللون والمظهر الخارجي. وقلنا كمان في الدرس الثاني اتكلمنا عن أهمية المية، وقلنا إن المية مهمة جدا لكل الكائنات الحية، وإن احنا لازم نتبع سلوكيات سليمة في استهلاك المية. واتكلمنا كمان عن أهمية الكهرباء، وقلنا إن الكهرباء برضو من مصادر الهام، مصادر الطاقة في حياتنا، بنستخدمها في أغراض كتيرة متنوعة، ولازم نتبع سلوكيات في ترشيد استهلاك الكهرباء. تفتكروا ان السلوكيات اللي احنا بنتبعها دي بتكون ملتزمه بينا في المنزل بس؟ اكيد لا طبعا، السلوكيات دي كمان بنستخدمها في الشارع، برافو عليكم. بس احنا اتفقنا اللي يحب يقول مشاركه يشارك يرفع ايده اليمين زي ما اتعلمنا في مدرستنا، مدرسه حسام الدين. تمام. في بعض الاشارات اللي احنا بنشوفها والصور اللي بنشوفها في الشارع، ولكن الصور اللي بنشوفها في الشارع دي مش بيبقاش مكتوب عليها كلام، ولكننا بنفهم من الصور دي هي مطلوب منها ايه. ومن هنا ده موضوع درسنا النهاردة اللي هو درس صور تحمل رسائل. درسنا النهاردة هو يعتبر آخر درس في الفصل بتاعنا، صور تحمل رسائل. معناها ايه؟ يعني ايه صور تحمل رسائل؟ معناها ان انا عندي بعض الصور اللي بشوفها ما بيبقوش مكتوب عليها اي العبارات المعينة، سواء بالكلام او حتى عبارات صوتية، ولكن انا من الصور دي بيبقى فيه بعض الاوامر او بعض المعلومات اللي بتوصلني لازم انفذها ولازم التزم بيها. زي مثلا الصورة اللي عندي الاولانية دي، عندي تفتكروا ممكن نفهم منها ايه الصورة الاولانية دي؟ ها مين يقول لي الصورة دي اصلا شايف فيها ايه؟ ها يا دارين، برافو عليكي، هي بتقولي شايفة الصورة، شايفة فيها الآلة موسيقية، والآلة دي معمولة عليها علامة اكس. ده معناه ان احنا المفروض ما نستخدمش آلات التنبيه، يعني المفروض ان السيارات ما تستخدمش آلات التنبيه، لان طبعا دي منع عن الازعاج. طبعا احنا بنشوف في الشارع ان آلات التنبيه لما بتبقى مستخدمة زيادة عن الحد بتاعها بتعمل نوع من انواع التلوث السمعي وبتعمل ضوضاء. الصورة اللي بعد كده عندي في صورة مية، والمية دي برضو معمولة على نفس الشكل بتاعنا اللي هو ممنوع الاستخدام، وده معناه ان المية دي بالنسبة لي غير صالحة للشرب، ما ينفعش استخدمها. الصورة التالتة صورة يد، والصورة بتاعتي مرسوم عليها نفس العلامة بتاعنا، فهمنا منها ايه؟ مين يقول لي بما اننا قلنا صورتين، مين يقول لي الصورة دي تفتكروا نفهم منها ايه؟ نفكر بكده ثواني، اللي يحب يشارك يرفع ايده. يلا يا عمر، برافو عليك يا عمر. الصورة دي معناها ممنوع اللمس، يبقى هنا المفروض ان الشيء اللي قدامي ده بيقولك ما نلمسوش بايدينا. وطبعا احنا في ظل ظروفنا اللي احنا فيها دي المفروض ان احنا دايما ما نلمس اي اسطح لما نتأكد ان الاسطح دي سليمة ونظيفة وما فيهاش اي نوع من انواع الجراثيم. الصورة اللي معانا دي صورة ان المفروض ممنوع استخدام المزيكا او الموسيقى، ممنوع استخدامها في الغرفة بتاعتنا، ممكن بتكون بنستخدمها في المكتبة، بنستخدمها في القاعات بتاعة المحاضرات، وبتبقى موجودة في الشوارع وفي المستشفيات، ان احنا ممنوع نستخدم الموسيقى منعا لان احنا نزعج الاخرين. طب الصورة اللي بعدها مين يقول لي بقى الصورة دي فهم منها ايه؟ بما اننا فهمنا ان احنا بنقرا الصورة بتاعتنا ونقول احنا فهمنا منها ايه. ها يلا يا مريم، ها برافو عليك يا مريم. الصورة دي معناها ان احنا ممنوع نستخدم الهاتف، ممنوع نستخدم الموبايل، يعني والمفروض ان انا التزم بالصورة بتاعتي. لو شفت الصورة دي في المستشفى او في مطعم او في اي مكان او في كافيه، المفروض ان انا يعني التزم بالصورة بتاعتي وما اكسرش القواعد بتاعتي، لان دي تعتبر السلوكيات السليمة اللي احنا كنا قايلينها ان احنا لازم نتبعها كمواطن صالح في المجتمع، ليكون ليه عضو فعال. الصورة الاخيرة معايا معناها ها
ها ممنوع الصوت العالي، يعني المفروض ان احنا ما يكونش صوتنا عالي في المكان، المكان اللي يكون متواجد فيه ممنوع ازعاج، وممنوع ان انا يكون الصوت بتاعي عالي. يبقى عندي الصور اللي قدامي في الكتاب المدرسي، جايبه لي برضو بعض الصور وعامل لي عليها غلط، معناها عندي الصوره دي معناها ان انا ما افتحش الصنبور بتاع المياه، وقلنا الصنبور يعني الحنفيه، ان انا ما افتحوش واسيبه ايه مفتوح، وكمان المفروض ان انا اول ما افتحه وانتهي من استخدامه اقفله على طول. مين يقول لي احنا خدنا الكلام ده قبل كده في درس ايه؟ ها مين يقول لي؟ يلا يا فاطمه، برافو عليكي، في درس اهميه الميه، في ترشيد استهلاك المياه، في ترشيد استهلاك المياه. تمام، يبقى احنا النهارده اتكلمنا عن ازاي انا عندي صور بتحمل رسائل، وان الصور بتاعتي ازاي انا بتبعها، وازاي بشوف ايه المطلوب مني في الرسائل بتاعتي، وان انا التزم بيها بالقواعد بتاعتها. عندي في اوراق العمل بتاعتي الخاصه بمدرستنا، مدرسه حسام الدين الحديثه، عندي بعض الصور، وعايزاكم تشاركوني بقى في فهم الصور دي مطلوب منها ايه زي ما احنا شرحنا. الصوره الاولانيه دي، ها مين يقول لي الصوره الاولانيه دي معناها ايه، وايه السلوك المفروض ان انا اتبعه؟ ها مين يقول لي؟ يلا يا رشا، برافو عليكي، الصوره دي معناها ممنوع التدخين، يعني ممنوع استخدام السجاير في المكان اللي انا متواجد فيه، سواء في المستشفيات او في المطاعم، والمفروض طبعا يبقى في اماكن مخصصه لاستخدام السجاير عشان ما نضرش الاخرين، هي طبعا عاده سيئه ومفروض ما نستخدمهاش اصلا لانها بتضر بالصحه العامه للانسان. الصوره اللي بعديها، ها مين يقول لي؟ يلا يا امير، ها برافو عليك، احنا خدناها في الصفحه اللي قبل كده، ممنوع استخدام الهاتف. ها والصفحه اللي بعديها اللي احنا لسه قايلينها برضو، ممنوع استخدام الات التنبيه، يعني المفروض ان السيارات تلتزم بالقواعد وما تستخدمش الات التنبيه. ها مين يقول لي دي؟ الصوره دي بقى لحبايب قلبي الصغيرين، المفروض يتابعوها ويلتزموا بيها، انها قاعده اساسيه لان اغلبيتهم ما بيلتزمش بيها. ها مين يقول لي؟ يلا يا انجي، برافو عليكي، ممنوع النظر من شباك السيارة، يعني يكون عندي السيارة مسرعة وبابا بيسوق، المفروض انا ما اطلعش من شباك السيارة وابص منه، لان ده بعرض حياتي للخطر، ممكن يحصل تصادم باي عربية تانية معدية بسرعة وممكن يكون مش شايفاني، فالمفروض ان انا التزم بالقواعد. والصورة التانية بتكلم عن ان المفروض ان انا ما استخدمش صوت عالي في المكان، برافو عليكم. ها والصورة الأخرانية مين يقول لي عليها؟ أكيد كلنا عندنا هواتف محمولة وبنشوف الصورة دي عندي على الهاتف، ها مين يقول لي؟ يلا يا عمار، برافو عليك، التليفون سايلنت، وده معناه إن أنا لما أكون متواجد في مكان معين وعندي الإشارة دي موجودة، المفروض عليا إن أنا أعمل التليفون بتاعي سايلنت منعا للإزعاج. يبقى احنا اتكلمنا عن درسنا النهارده صور تحمل رسائل، وقلنا انها بتبقى عباره عن صور مش مكتوب عليها اي تعبيرات بالكلام او بالصوت، ولكن فيها بعض القواعد والسلوكيات الصحيحه اللي احنا لازم نتبعها ولازم نلتزم بيها في جميع الاماكن. وفي نهايه درسنا ارجو ان تكونوا استفدتوا وفهمتوا وتعلمتوا معلومات كتير هتفيدنا في حياتنا. هتبقى جاهزين على صفحتنا باي سؤال واستفسار على موقع مدرستنا. وحشوني جدا 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 حبايب قلبي، وإلى اللقاء في درسنا القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.